الكلمة كل ما من شأنه أن يعبر عن ذات المتكلم وأن يعرب عن حقيقة نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال يحيى ابن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأعلم أن الكلمة الطيبة صدقة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: والكلمة الطيبة صدقة. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: ووجه تشبيهه هو أن الصدقة بالمال تحيي بها نفس المتصدق عليه ويفرح بها، والكلمة الطيبة يفرح بها المؤمن ويحسن موقعها من قلبه. فاشتبه من هذه الجهة: ألا ترى أنها تذهب الشحناء وتجلي السخيمة؟ ونتذكر قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.